السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 والساعة 10:00 مساء بالضبط بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي لك مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك. أزل فلون إخواني، عندما تسمع لتبون كل ما تسمع له كل ما يتحدث تشعر بحجم المأساة اللي تعيشها الجزائر، تشعر بحجم كيف تحول هذا النظام الحكم مع السنين وانحرف إلى درجة أنه يأتي بشخص يقول أي شيء، يقول أشياء ضد التاريخ، يقول أشياء ضد الواقع، يقول يقول الناس شيء ما قالوهش، يكذب، يتناقض، مما يشعرك بالفعل أن البلاد في خطر. لو أن ما عندناش مؤشرات أخرى، لو ما عندناش مؤشرات البطالة والعطالة هذه المعطلة ملايين الناس، لو ما عندناش مؤشرات ارتفاع الأسعار الهائل، لو ما عندناش الطرقات اللي أصبحت لا تصلح لشيء في أغلب المدن، بل أن هناك مدن تتحول فيها البلاد إلى عبارة عن أوساخ. مدينة الأغواط هذه الأيام تمتلئ بالأوساخ، والحقيقة أنها مثال لعدد من الأحياء وعدد من المدن الأخرى. لو ما عندناش مؤشر انهيار المستشفيات، المستوى الجامعي المنهار، المدارس اللي يوصلوا في حالات معينة ونحطوا 3 أطفال مع بعض في كرسي أمام طاولة وين ما عندهمش، أحياناً كاين نوافذ مكسرة، أحياناً ما عندهمش صبورة، أحياناً ما عندهمش طبشور، أحياناً المدير المعلم ما عندهش كرسي. لو كل هذه المؤشرات وهي كثيرة جداً ما كانش تكفي لحالة الانهيار اللي تمشي فيها البلاد، يكفي أن تستمع لتبون. مع أنه أحاديث مسجلة، يعني مش أحاديث مباشرة، يعني مش حديث مثل هذا الحديث معكم مثلا، مع أنه يقطعوها وينقصوا منها ويبدلوا فيها ومع ذلك تخرج كوارث. تخيلوا لو جاي يتكلم على المباشر مع الناس، أو جاء وجابوا صحفيين بحق، ما همش مجموعة اللي فقط في الحقيقة متفاهمين معاه ويقولوا له واش يحب يسمع فقط من الأسئلة. ما فيش ولا سؤال، أو في بعض سؤالين أو 3 اللي ممكن كانوا مهمين، لكن ما فيش أسئلة حقيقية طرحت على تبون في آخر لقاءه وفي اللقاءات السابقة. مع ذلك، مع التحضير، مع الصحفيين الخاضعين تماماً، مع التقطاع، مع أنه مش مباشر، مع كل هذا وتخرج كوارث. بعض إخواننا قالوا لي من فضلك ما زيش توريه لنا مرة أخرى، للأسف راح نزيد نوريه لكم اليوم أيضاً، لكن راح نخليه في نهاية الحديث، راح نخليه في نهاية الحديث باش اللي ما يعجبوش أو مش قادر يتحمله يغادر اللقاء في النصف ساعة الأخير من هذا اللقاء معكم. إذا بقينا 1:30 راح يكون في نص الساعة الأخير. لماذا؟ في الحقيقة طبعا أنا راني يحصل لي تعذيب، صدقوني أنها حصة تعذيب. الاستماع إلى تبون بالنسبة إلي هي حصة تعذيب من أشد أنواع التعذيب اللي ممكن الإنسان يتعرض له، لكن باعتباره أنه يمثل واجهة للعسكر فأنت تقدر تستخرج تناقضات من جهة والمستوى اللي وصلوا له، وأيضا تقدر تتبين بعض الأشياء اللي راهم رايحين لها. هذا من جهة، من جهة أخرى لأنه يمثل الدولة وأمام العالم ما يقوله تبون يأخذوه، تأخذوا وكالات الأنباء، تأخذوا القنوات، تأخذوا اليوم نشوفوا راهم جايبين بعض الأشياء. من جهة ثالثة وهذا هو المهم بالنسبة إلي، هو فضح البروباغندا. يعني تبون لما تسمعوا لما جاي يتكلم على فرنسا مثلا أول أمس تشعر بأنه هذا خطاب مليح، ممكن بعض الناس حتى يقول لك الحمد لله الآن عندنا رئيس يرد على فرنسا، لكن لما تنح القشور نتاع الكلمات ونتاع الصراخ نتاعه، لما تنحهم تضعهم جانبا
وتروح للجوهر وش قال، تجد بالفعل أنه بالعكس في الحقيقة تذلل الفرنسيين إلى درجة أنه لما سألوا صحفي قال له هذا المرور العبور تاع الطائرات العسكرية اللي تقتل في الناس تقصف في الناس نهائي؟ قال له ما كاش حاجة نهائية في الدبلوماسية، ما كانش تغلق على أشقائك نهائي وما فيش رجعة والموقف ما نيش عارف واش. أما الاستعمار تاع 132 سنة المدمر اللي أخرج الجزائر من الوجود وما زالوا يشكوا فيه، قال لك وين كانت أمة جزائرية آخرها ماكرون، بالنسبة ليه ما كاش حاجة نهائية. وزاد أعطانا أنه مش فقط فتح لهم الأجواء، يديروا لهم في الريفيولينج، يعمروا لهم في الكاروزين، يعمروا لهم في الكاروزين طائرات عسكرية فرنسية تقتل الناس باسم الحرب على الإرهاب في مالي، في النيجر، في بوركينا فاسو، في مانيش عارف وين، في إفريقيا. ومن يعمر لها ليسونس اللي الكاروزان اللي بدونه، يعني من يعمر لها الطاقة اللي بدون طاقة ما يمكن لهاش تستمر، هو هذول اللي يزعموا أنهم ضد فرنسا أو ضد مشاريع الاستعمارية تاع فرنسا أو ضد فرنسا الاستعمارية. يعني الجزائر أصبحت تحولت في النهاية مع هذه العصابات ليس أكثر من بلد يدعم الاستعمار في إفريقيا. فقط شيء قلت أمس باش ندقوا، ربما ما دققتوش مليح، قلت أن فرنسا عطات الاستقلال ل 12 دولة من 56 في 56، هي ابتداء من 56 ليس في سنة 56، يعني بدأت طبعا في 56 مع تونس والمغرب ولكن استمرت وتواصلت إلى غاية 60. يعني هذا فقط للتدقيق، لأنه يعني بعث لي أحد الأصدقاء شعرت أنه ربما الناس ربما ما قلتش بداية من 56، قلت عام 56. ومرة أخرى أقول لي إخواني، لما واحد يشوف أي حاجة أو أي ملاحظة أو يرسل لي بها، طبعا مش نقدر نرد على كل إخواني وأخواتي، إنما نستفيد منها. إذا كنت أنا على حق فنعرف باللي فقط ربما ما وضحش الفكرة فنوضحها أفضل، وإذا كنت مخطئ فنعمل عملية تصويب، لأن يعني بشر في نهاية المطاف، وخاصة أنكم تشوفوا نتكلم معاكم في الغالب هكذا على المباشرة. أحيانا يكون أمامي أوراق فقط لأن ربما تكون فيها بعض الأرقام أو تكون ونشوفها أمامكم يعني، لكنه حديث مباشر. وطبعا ما عنديش مستشارين ومساعدين، ويعني شيء بسيط هكذا أنت المساعد الله يبارك فيه يعني. قلت للأسف سنضطر، فالهدف أيضا هو تحطيم البروباغندا، لا ديكونستريكسيون بعبارة أخرى، وأنا مرات أيضا استعمل ربما كلمة فرنسية هنا أو كلمة إنجليزية، هي في الغالب من أجل توضيح المعنى أكثر، تحطيم البروباغندا. لأنه حينما تتحطم الأكاذيب والأساطير يكون هذاك ضربات بالفاس على رأس هذه العصابات، اللي أنا عندي يقين مطلق والله كمان يتحدث لي لكم كما راكم تشوفوا في أن هذه العصابات ستنهار. القضية فقط هي متى وكم ستكون التكلفة. إذا حضرنا نفوسنا، إذا كنا بالفعل ولاد عميروش مارشاريال ما نولوش، إذا رجع الحراك بالقوة الحقيقية نتاعو، فإن رح نخفوا كثير من التكلفة، وإلا فالتكلفة ستكون كبيرة، وقد تكون كبيرة جدا جدا. ولذلك الحراك في الحقيقة هو بعد الله سبحانه وتعالى، الحراك هو أمل الشعب الجزائري لإنقاذ البلاد وإنقاذ الشعب، ثورة السلمية. وإلا في أقل الحالات سوءا سنجد أنفسنا أمام ثورة جياع تتحول إلى فوضى، وربما نجد أرواحنا أمام فوضى عارمة مباشرة. إذا قبل ما نروحوا لتبون في الجزء الثالث والأخير اللي راح نناقشه في النص ساعة الأخير، خلونا نمر على مجموعة قضايا هي أيضا مهمة كلها بشكل أو بآخر. إذا سمحتوا لي نبدأ بموضوع إخواننا المعتقلين أو المهددين بالاعتقال. طبعا راح يكون فيها موضوع الحديث على هذه المجموعة اللي قالوا القاوها، وفيها إسرائيل ومنذ 2014 ومنش عارف، والمغرب تهم بها الماك. راح نتكلم أيضا على جزئيا على محاكمة سعيد بوتفليقة وطيب لوح ومن معهم باختصار،
راح أيضا مر على قضية الميزانية الجديدة لعام 2022 وماذا ينتظر الجزائريين من كوارث، فيها بعض الإيجابيات البسيطة لكن أكثرها كوارث، وقضايا أخرى بشكل أو بآخر. راح أيضا نشوف قضية الحراقة، نشوفها مع بعض مرة أخرى، وكيف ينظر لنا العالم، وكيف بدأت تتوسع هذه القضية الآن في العالم وتتطرق لها جهات عالمية، وقضايا أخرى بشكل آخر. لكن اسمحوا لي نبدأ بإخواننا المعتقلين، وهذا واجب علينا في الحقيقة، أن إخواننا المعتقلين أو المهددين بالاعتقال أو المطرودين من أعمالهم أو المضيق عليهم، هؤلاء كلهم شرف لنا، وأسرهم يجب أن تكون كل واحد منا يفكر كيف يعين أسرة معتقل، أسرة رهينة عند العصابة. لو فقط 5-6 جيران يعرفوا أسرة ويقفوا معاها في هذه الشدائد يكفي. لذلك هذا أقل واجب نقوم به، هو أن نتحدث عنهم، نذكرهم، نتحدث عن ما يعانوها أمام هذه العصابات، نساعد أهلهم، جيران للجيران يتقربوا منهم، من أولديهم، من أولادهم، مهم جداً. هؤلاء في الحقيقة رم يضحوا من أجلنا جميعا. من بين هذه القضايا وهذه الأسماء، إذا ما ذكرش بعض الأسماء فليعذرني إخواني، لأن للأسف أحيانا لا تصلنا كل الأسماء، وهي كثيرة في الحقيقة لكن لا تصلنا كلها. تسمسيل التأييد حكم 6 أشهر حبس نافذة في حق معتقل الرأي السابق محمد لمين قاضي. إذن أيدوا مرة أخرى 6 شهور حبس نافذة، وكان سبق وأن اعتقلوه في الحقيقة انتقام. بعد 7 أيام من الوضع تحت النظر طبعا في الحبس، الشرطي في بجاية، الشرطي السابق زهير مولاوي مولاي، ينقل إلى العاصمة. طبعا اللي ينقلوه للعاصمة فيما يسمى بالقطب، هذا كما يسموه القطب القضائي، في الغالب هي تولي تهمة جنايات، ترهيب الناس باسم أنهم إرهابيين. والحقيقة أن قلب الإرهاب هو المخابرات الإرهابية كما سماها الشعب الجزائري، المافيا العسكرية، هذه هي قلب الإرهاب، قلب الإجرام، قلب الفساد، قلب النهب، قلب الفشل، قلب الرداءة اللي أصابت البلاد. صالح زرفة من عنابة، طرف معتقل منذ 10 أشهر. طبعا صالح زرفة كان تعرض في رمضان اللي فات إلى تهجمات على داره، واعتقال لأولاده إلى آخره، إلى غاية أن سلم نفسه للعصابة، وهو معتقل ويعاني صحيا معاناة شديدة، ومع ذلك لكنه ثبات وصبر رغم كل المعاناة ورغم كل الإحساس بالقهر، كما عبر للمحامية التي زارته. أخونا عبد الغني بادي يقول، وقد كان في قلب الصحراء يدافع عن محاد قاسمي، محاد قاسمي تلتمس ما يسمى بالنيابة 10 سنوات، 10 سنوات. بالمناسبة ما زال عنده محاكمة أخرى في قضية أخرى ملفقة كالعادة يوم الأحد القادم. أما في القضية هذه تعول أمس اللي حكموه أو أمس، 10 سنوات، 10 سنوات التماس، لم يصدر الحكم بعد. لكن تخيلوا أنه في حين يحكم، ذاك نشوفها على السعيد بوتفليقة بسنتين، يلتمس ما يسمى بالنائب العام أو النيابة 10 سنوات لأحد أحرار البلاد. أحد قاسمي من أحرار البلاد، من أحرار الجنوب، من أحرار الصحراء، ومن أحرار الجزائر اللي تفتخر بهم البلاد. صحيح لا يملك شيء، لا يملك مال، لا يملك أراضي، لا يملك عقارات، لا يملك، ولكنه يملك شجاعة وقوة، يملك مبادئ وقيم. حاد قاسمي شرب لهم المر في قضية، وكان من الأحرار في الجنوب وغير الجنوب، اللي أسقطوا قضية الغاز الصخري.
ما يسمحوش معاه بطبيعة الحال. أسقط مشاريع نتاع شركات استعمارية بترولية كبرى، خاصة شركات فرنسية، فمش راح يتسامحوا معاه. صحيح راهم يقومون ببعض الأعمال في الخفاء، لكنهم على خوف متخبيين. فحي الله محاد قاسمي وإخوانه في كل مكان، وخاصة في الصحراء، لأن المعاناة هناك مزدوجة مضاعفة. الناس حاطينهم خارج التاريخ، والمعاناة كبيرة وكبيرة جدا. البويرة تأجيل محاكمة عبد الحق هروس اليوم 22 ديسمبر 21 أمام ما يسمى بالغرفة الجزائية لمجلس البويرة. تهمة تحريض على التجمهر غير المسلح. طبعا هذه أيضا لما التأجيل والتأجيل هذا كله ضغط، ضغط على الأسرة، ضغط على المعتقل، ضغط على حتى لو كان يكون مطلوق، ضغط تخويف. ميلا محاكمة نذير كلوز اليوم تأجيل إلى يوم 3 نوفمبر 2021 أمام ما يسمى بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء ميلا. شلف تم إيداع كل من حسان عبروس، كمال مسروق، منور وعزان، عبد الرزاق مقران الحبس مع تأجيل المحاكمة اليوم الاثنين القادم. استضيف تخفيض العقوبة في حق المعتقل رأي حمودي عبد العزيز لثلاثة أشهر حبس نافذة. سكيكدا التماس شهرين حبس في حق حمزة ديبون. برج بوعريريج تأييد العقوبة في حق المعتقل رأي شمس الدين الإعلامي المعروف باسم إبراهيم الإعلامي. الملف الأول عامين حبس نافذة ومئتي ألف دينار كغرامة. الملف الثاني عامين حبس ومئتي ألف دينار 20 مليون. والملف الثالث عامين حبس 6 سنوات. وما زالت القضايا بالنسبة لإبراهيم، انتقام شديد من إبراهيم الإعلامي، انتقام شديد أيضا، لأن إبراهيم الإعلامي مش راحين يسامحوه أبدا. أنه كان من الأوائل اللي بداوا الحراك قبل أن ينطلق يوم 22 فبراير 2019، قبلها بثمانية أيام إذا كان ذاكرتي جيدة، يوم 14، يوم الخميس 14، كان إبراهيم يقود مع إخوانه مظاهرة في قلب برج بوعريريج. مش راحين ينسوها له. وزاد إبراهيم لما جابوا له 5 ملاير سنتيم، وكنا وريناها لكم مرة أو اثنين هنا، وعرضوا عليه أن يشوه يقوم بتشويهنا، رفض إبراهيم الإعلامي مقابل 5 ملاير، وقالوا له هذه فقط عربون نزيدوا لك فيما بعد. ويفر إبراهيم الإعلامي بعد أشهر طويلة في الحراك، بعد مقاومات، بعد سجن، بعد تعذيب، بعد يفر قبل حوالي 3 أشهر إلى البحر في طريقه إلى إسبانيا، وتتواطأ إسبانيا وتعيد إلى العصابة. الحقيقة، وأنا من هنا أقولها الإسبان، وإن شاء الله سيتم العمل على هذا الموضوع أيضا، أن كل شيء مس إبراهيم الإعلامي بالذات ومحمد عبد الله، هذ الاثنين بالذات، فإن إسبانيا مسؤولة عن كل ما يحدث لهم، عن كل يوم يقضوه في السجن، عن كل تعذيب مباشر أو غير مباشر نفسي أو جسدي، عن كل محاكمة جائرة إسبانيا مسؤولة عليها، وستدفع الثمن أمام محاكمها، سترفع قضايا على الحكومة الإسبانية أمام محاكمها وأمام محاكم الأوروبية على ما اقترفته، وستصدر أحكام، وأنا متأكد من ذلك، ضد هذه الحكومة اللي أقدمت على تواطؤ حقيقي. بالمناسبة وزيرة الخارجية السابقة تعاني الآن مع القضاء الإسباني. وزيرة الخارجية السابقة كانت تورطت كما تعرفون في قضية ما يعرف بزعيم بوليزاريو، في أنها تواطأت مع المخابرات الإرهابية، مع المافيا العسكرية في الجزائر، على إدخال زعيم البوليزاريو إلى إسبانيا
بأوراق مزورة، بباسبورات مزورة، هو والذي كان معه باسبورات زورتها العصابة نتاعنا، وتم العلاج في إسبانيا وبقي هناك. ولكن في آخر شيء طلعت عليه القاضي يقول لها لماذا قمت بذلك؟ قالت له من أجل مصالح عليا للدولة الإسبانية، على ظهر الشعب الجزائري، على ظهر الخزينة الجزائرية، على ظهر المصالح الدولة الجزائرية. قالها لكن نحن دولة قانون، لا تستطيعي إدخال أشخاص بباسبورات مزورة وتقولي من أجل مصالح إسبانيا. القضاء في إسبانيا في النهاية ما هوش قضاء تليفون تماما يعني. قد يخضع لضغوطات هنا وهنا، قد يخضع، لكن يبقى أنه قضاء تاع دولة بالرغم أننا لا نستطيع أنه أن نتحدث عليه مثل قضاء بريطانيا على سبيل المثال. لكن مع ذلك أنا متأكد من أن هذه الوزيرة ستدفع الثمن. بالنسبة إليهم المساهمة في تزوير جوازات سفر وإدخال أشخاص، القضاء لا يقبل ذلك والمجتمع الحي لا يقبل ذلك، حتى وإن ادعت هذه من أن هذا من أجل مصالح عليا لإسبانيا. بالنسبة إليهم دولة القانون قبل المصالح تاع الحكومة أو تاع الدولة أو تاع البلاد في الغالب يعني. فما بالك في قضية إبراهيم الإعلامي ومحمد عبد الله، إبراهيم الإعلامي اللي تورطت فرونتكس والدولة الإسبانية كانت تعرف ورحلوه للعصابة وهو اللي فر منها وهاربا منها، ومحمد عبد الله بطبيعة الحال كان اعتقال وكان وضع في مركز ثم ترحيل غير مشروع غير قانوني في مخالفة للقوانين الإسبانية والأوروبية والدولية. ومدام نذكر في محمد عبد الله، أتمنى على بعض الناس اللي ما عندهمش معلومات ما عندهمش تفاصيل ما يدخلوش يقولوا أي كلام باش يدير شوية الباز، ولا باش يجيو هنا الناس، ولا نتمنى عليهم ما يجوش يقولوا أي كلام سواء في قضية محمد عبد الله وفي قضايا أخرى. الإنسان العاقل خاصة إذا كان يزعم أنه مسلم ومؤمن ويعرف أن كل كلمة يقولها راه مسؤول عليها، ما يقولش أي كلام، ما يجيبش أي أخبار ويرميها هكذا. يعني ماذا يفيدك أنت أو أنت أو أن تنقل أخبار ليست صحيحة إطلاقا على محمد عبد الله؟ هل للإضرار بوالديه مثلا؟ هل للإضرار بزوجته وأبنائه مثلا؟ أم خدمة مباشرة وغير مباشرة للمافيا الإرهابية؟ كل ما أستطيع أن أقوله هو أن أمس منع والديه من رؤيته وقالوا له مش موجود. وأنا هنا نحمل العصابة في الجزائر أي مكروه يحصل له، وأن هذا السؤال يطرح على الإسبان، وأتمنى على إخواني أن يراسلوا الحكومة الإسبانية ووزارة الداخلية الإسبانية يقولوا لهم لماذا العصابة هناك اللي سلمت لها محمد عبد الله تمنع عليه زيارة أهله. طبعا هناك تخويف رهيب للمحامين. الحقيقة أنه لحد الآن ما فيش محامي في الجزائر استطاع أن يتحمل القضية محمد عبد الله. كانت ظهرت هناك محامية ومعها اثنين محاميين آخرين، ولكن بشكل أو بآخر لم يعد هناك لهم وجود في القضية. لا نعرف هل خضعوا لتخويف، هل خضعوا لشيء آخر، لا نعرف. لكن بغض النظر طبعا نحن من حقهم، ليس الناس ماهوش ملزمين، لكن نحن عارفين أن هناك تخويف رهيب للمحامين للدفاع عن محمد عبد الله. هذا كله يحسب ضد العصابة، وهذا كله تتحمل إسبانيا كحكومة مسؤولية ذلك. طبعا نحن دائما عندما نتحدث على تحمل إسبانيا لأي مسؤولية فنحن نتحدث كأناس سلميين، كأناس نحترم القانون، كأناس ندعو لسيادة القانون. ونحن إذ نعترض على الحكومة الإسبانية لأنها
اخترقت القوانين الإسبانية كما اخترقت قوانين أوروبية ودولية، وهو بعدم تسليم اللاجئين السياسيين. زايد محمد عبد الله كانت عنده إضافة أخرى، وهو أنه عسكري هارب وفار ولاجئ من نظام عسكري إجرامي، قالوا له إذا تحب تأكل معنا روح كل معنا، لكنه رفض. أصحاب المبادئ ما يبيعوا ما يشروا. إذن دائما حديثنا مع الحكومة الإسبانية، باش ما تجيش دي ار اس تلعب بالحديث هذا، وإحنا عارفين مرات يقصوه هنا وهناك، نحن نخاطبهم بكل سلمية وقانونية، وأي شخص يقوم بعمل غير سلمي أو غير قانوني نحن نتبرأ منه في إسبانيا أو في غير إسبانيا. نحن مقاومون ومناضلون لا عنفيون، سلميون، وسلميتنا ستقهرهم ولو بعد حين. ما تريده الأنظمة الدكتاتورية والطغيانية هو العنف، لأن داخل العنف اللي تفرخ واللي تزدهر، وشفناها في الجزائر وما مر علينا. إذن فقط باش ندقق هنا، نتمنى على إخواننا اللي ما عندهمش معلومات ما يتكلموش من فراغ، اللهم إلا إذا كان عندهم مهمة، هذيك حاجة أخرى. الناس قد تتهمون بأنهم أصحاب ينفذوا في مهمة ربما وكلت إليهم من هذه الجهة وتلك الجهة، خاصة من المخابرات الإرهابية. موضوع محمد عبد الله راهي كاين مجموعة من الحرائر والأحرار يقومون به ويشرفون عليه، وهم ليسوا ملزمين بكشف كل ما لديهم، لأنهم في معركة مع عصابة دموية. الملايين رجالا ونساء، وكم كانت تصلني الرسائل ولا تزال تاع الناس اللي تألموا جدا لأن قامت إسبانيا بترحيل محمد عبد الله، لكن ليطمئنوا راه هناك مجموعة من الرجال والنساء الأحرار يقومون دون أن يتباهون ولا يديروا الباز ولا يظهروا ولا يتكلموا، يقومون من الخفاء وفي الخلف بأعمال هائلة. عندما تقوم مظاهرات في نيويورك مثلا، وفي موريال، وفي ليون، وفي ستراسبورغ، وبعد يومين في الجمعة هذه في بروكسل، وما قريبا في 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 باريس، وفي لندن، وفي مدريد، هذا مش سهل انك تقوم بمظاهرات، واحيانا يوم الجمعه كما ستراسبورغ المره اللي فاتت وكما هذه المره، مش سهل باش تجمع الناس في عواصم اوروبيه، الناس عندها مصالح وعندها اشياء كثيره، هذا في حد ذاته ياخذ جهد كبير، فما بالك اتصالات بالمحامين، محاولة وجود إيجاد محامين أحرار في البلاد، محاولة اتصالات بمحامين خارجيين، الكوميتي انترناسيونال، اللجنة الدولية، أشياء كثيرة يتم العمل عليها. لن يكون هناك ولا تراجع واحد في القضية هذه، لأنها مش فقط تعني محمد عبد الله، وإنما تعني الجزائريين كلهم اللي يقاوموا في الداخل والخارج. لما نسمح بواحد، خاصة في وضعية محمد عبد الله اللي تم نقله بعد 3 سنوات وهو طالب لجوء، وين خلى وراه طفلين، طفلة مازال ما كملتش سنة، راهي غير كما كملت سنتين، طفلة صغيرة وابنه حسان وزوجة، ناهيك عن أم وأب وأسرة مكلومة في الجزائر. لكن أيضا حتى لا يتكرر هذا من أي جهة كانت ومن أي دولة كانت، ولذلك لا تراجع في هذا الموضوع إطلاقا، وستندم العصابة على اليوم اللي فكرت فيه أن تخطف محمد عبد الله بالتواطؤ مع الإسبان، لأنه عملية خطف قامت بها الحكومة الإسبانية في ضد كل قوانين القائمة. إذن مرة أخرى أنصح إخواني وأخواتي اللي ما عندهمش معلومات في هذه الموضوع أو في أي موضوع آخر، يعني هذه نصيحة عامة، ما يقولوش أي كلام. كل إنسان عنده ضمير، عنده أخلاق، يعرف أنه ممكن يضر ناس، يعرف أنه ممكن يصيب أم بصدمة أو زوجة بصدمة، أو ما يقولش أي كلام من فضلكم. يعني
عودة إلى إخوانا اللي كنت نذكر فيهم. أخيرا تم تخفيض العقوبة اللي ضد رابح كراش إلى 6 أشهر. رابح كراش صحفي ذنبه أنه أخرج معلومات وتكلم على أهل الجنوب في تمرست، فتم الحكم عليه 18 شهر، ولكن الضغط اللي وقع عليهم خلاهم يتراجعوا ويخلوها 6 أشهر، ربما يطلق سراحه في الأيام القادمة. في سلسلة إدانة عبد النور بالأزرق ب100,000 دينار، سيدي بالعباس إدانة ريما الزيادي ب3 أشهر حبس نافذة دون إداء لتبقى محبوسة في قضية أخرى عند 6 أشهر حبس. سطيف تخفيض العقوبة في حق مسلم رضوان ل3 أشهر نافذة بعد أن كان عام حبس نافذ. حسين داي تم إدانة شعبان عميروش بعام حبس نافذة. برج بوعريريج تأجيل المحاكمة في حق 11 مواطن هم العيد بن تركيا، فوزي يحياوي، مراد بن تركيا، يزيد بن تركيا، يعقوب شرقي، معاذ يحياوي، لطفي بن حما، إبراهيم حماوي، العياشي النميدلي، الباهي بوطبا، ونصر الدين بابوري. العاصمة أو عنابة محاكمة بوساحة زكريا بوساح يوم الأحد 24 أكتوبر. طبعا كانوا عاطينه حكم غيابي بعام حبس و10 ملايين غرامة. تبسى وضع كل من مولود شاطري ووحيد مزيغ وفاتح فارز وإبراهيم حدوش ومحمد لامين حدوش وأسامة دنداني في وضعهم في السجن في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية. للذكر تم اعتقال كذا كذا في تواريخ معينة. أيضا سطيف إدانة هشام قراء بشهرين حبس غير نافذة. سعيدة تأجيل محاكمة ميلود الخضاري. جيجل محاكمة الأستاذ علي ضرار. غردايا أخيرا إطلاق سراح خير الدين بوسعدة ما وضعه تحت الرقابة. خونا محمد غليد يكتب على صفحته: غدا تتم محاكمتي بمحكمة بسكرة في قضية محكوم علي فيها سنة سجن نافذة غيابيا، وقضية أخرى بالمجلس، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله ما رانا حابسين. قرأ لكم هذه الرسالة على السريع من عند خونا إبراهيم الإعلامي، ونشرها عز الدين بالعباس إلى أهلي وإخوتي في سجون الظلم العاتمة. أقول لكم لا تهنوا ولا تحسنوا، وعواصف الظلم ليست دائمة، حتى لو أن نسانا البعض فلن ينسانا التاريخ والأجيال القادمة. خرجنا بصدق ونية وأردنا أن تكون دولة الحق هي القائمة، فاصبروا وابشروا. تحيتي إلى الأحرار وإخوتي في الجالية، أنتم صوتنا وصوت الحرية الغالية، فلا تنسونا. لن ننساكم أبدا يا إبراهيم، لن ننساك أنت وإخوانك أبدا يا إبراهيم. رسالة عبر السجن من أخوكم إبراهيم يوم 2/11 أكتوبر. البدايات للكل والثبات للصادقين. صدقت. كان هذا نسبيا كما أقول، دائما كان هناك بالتأكيد أسماء ربما ما وصلتناش أو أسماء ما لم يكتب عنها، فلذلك يعذرون إخواننا اللي لم يذكر الأسماء انتهم. اليوم أيضا صدر رسميا حل منظمة راج. منظمة راج هذه قائمة منذ 30 سنة تقريبا أو ربما حتى أكثر شوية، يعني المهم كانت من بين المنظمات الأولى التي نشأت بعد أحداث 5 أكتوبر 1988، وقاموا بحلها. طبعا كانوا سجنوا عدد من أعضائها من قبل، منهم أخونا فرساوي، وأيضا هذه جريمة أخرى.
جريمة أخرى، لأن هذه المنظمة معروف عنها أنها منظمة مسالمة تدعو إلى دولة القانون. يختلف الناس أو يتفقون مع أفكار هذا شيء آخر، لكن بكل تأكيد أنها منظمة كانت إضافة. ومن المنظمات القلائل جدا اللي بقات تنشط وبقات ثابتة. لكن بقيام العصابة بحل هذه المنظمة تثبت في الحقيقة شيء كنا ناقشناه مع كثير من إخواننا، كثير صارت مناقشات، وهو أنه في فترة معينة كانوا البعض من إخواننا خاصة ممن ينسبون إلى التيار العلماني يقول لك أنه النظام هذا الفيس آنذاك مثلا الفيس أعطاهم في 92 فرصة، ولأنه كان الفيس فالناس خافت من الإسلاميين والنظام اغتنمها فرصة. وقلنا له أنه في الحقيقة، وهذا نقاش أنا جريته الآن في ربع قرن، أنه حتى لو كان فاز الأفافاس سيكون نفس الموقف. حتى لو أي حزب، أي تنظيم مدني حقيقي كان فاز بانتخابات 91 أو بعدها غير مسموح. إذا كان دركا إلى راك تتحدث على الأفلان والأرندي وحمص وما شابههم، هذا ما عندهمش مشكل معاه، هذا خلاص دخلوهم، اللي ما كانش داخل دخلوه للزريبة، دخلوه للحظيرة، اللي كان عنده رجل برا ورجل داخل دخل. نحن نتكلم على تنظيمات حقيقية كانت تريد قيام دولة مدنية بغض النظر إذا كان لونها علماني أو إسلامي أو وطني، بغض النظر عن ذلك. ما هو الدليل؟ ها هي آخر الأدلة. وحتى قبل هذا فتحي غراس وهو يرأس تنظيم يساري علماني ينسب حتى إلى الشيوعية، وراه في السجن. كاين أعضاء من الأرسيدي اللي ما مشاوش مع الديرس، بعض راهم في السجن. ورئيس الأرسيدي الآن مهدد، والأرسيدي في حد ذاته مهدد بالحل، وبالعباس مهدد بالسجن وآخرين. القضية هي قضية، وإحنا كانوا بعض إخواننا قال لك رشاد راهي ثاني تعطي فرصة للنظام. قلنا لهم راهي القضية مش رشاد، لو كان غدوة نحلوا رشاد ونقولوا خلاص رشاد محلولة يتكلموا علينا، يقول لك الحركة المنحلة. ما عندهمش، هم لازم لهم دائما البحث حتى لما ما يلقاوش نظرية هذاك الذيب مع هذاك الخروف اللي قالوا راك سبيتني العام اللي فات، قالوا انا ولدت هذا العام، قالوا اذا باباك. هذه عصابه ما عندهاش، مش متراجعه على اي جهه تريد قيام دوله مدنيه. درك لون الدوله المدنيه يجي من بعد يختاروا الشعب، هذاك نقاش اخر. لكن فكره الدوله المدنيه مش ماشيه بالنسبه اليهم. الجزائر هي ملك للعسكر، الجنرالات، جزء من الجنرالات الإجراميين، مش حتى كل الجنرالات. غنيمة أمبيتان دو غير، غنيمة حرب، ما يعترفوش يعني. برك ما هما قالوها بعد الطرق، لكن خرج جنرال سوداني قبل حوالي 10 أيام قال الجيش هو الوصي على الدولة وعلى البلاد. هذا هو المنطق اللي قائم في الجزائر. طبعا لما يقولوا الجيش مقصود بهم كمشة جنرالات، ما هو مقصود بهم لا هذاك السيرجان ولا هذاك الرائد ولا هذاك الملازم ولا هذاك الملازم الأول ولا السيرجان شيف ولا لاتجيدون، ولا المقصود بهم كمشة من الجنرالات. حل حركة رشاد، حركة راج، الحمد لله رشاد ما عمرها ولا تقدمت لهم ولا تتقدم لهم. وكان رأينا دائما هو أنه لا يمكن أن نطلب الإذن أو التصريح أو من عصابة إجرامية، هذا ما نرانا نأكد وجودهم. لكن بغض النظر، اليوم حل حركة راج يؤكد الفكرة وهي كالتالي: هذه العصابة تشيطنك باعتبارك علماني أو إسلامي أو وطني أو شيوعي أو ليبرالي، المهم الشيطنة. وإذا كان رأت فيك أي تأثير في المجتمع ولو 1% فإنها لن تتردد على اتهامك وعلى شيطنتك وعلى سجنك وعلى حل التنظيم، ولن يترددوا. صراع الشعب الجزائري مع كمشة الجنرالات صراع وجودي، مش قضية
اعطيني هنا حاجه ولا نعطيك له حاجه ولا نتفاهموا على القضيه، مانيش مختلفين في راي هنا او راي هناك، هناك خلاف ما بين الشعب الجزائري اللي يريد دوله جزائريه بحق، دوله مدنيه، دوله قانون، وما بين كمشة جنرالات يتأكد كل يوم أكثر من أنها ليست فقط فاشلة ورديئة وإنما خائنة أيضا. ما اليوم ربما بعد شوية نزيد نجيبوا بعد وش قال تبوني، أكد مرة أخرى الخيانة. لم يستطع أن يرد على ماكرون ولو مرة، ما ذكرش في ماكرون شيء، راح حبسنا في دارمانا موسى دارمانا وما ذكرش حتى، ما رجعش حتى القضية. لو كان غير جايب له قضية أنه أنت بوتي فيس يعني حفيد أنت حركي وناقش موضوع الحركة، لا لا لا، راح بس له في قضية 7000 ومش عارف 94. لكن ماكرون اللي هاجم الجزائريين ككل وهاجم حتى العصابة اعتبرها نظام عسكري، ولا رد، ولا رد واحد من عند تبون اللي الآن ولاو الأمريكيين أصدقائه ولا ما عندوش مشكل ويفتح لهم والأفريكوم راهم يقوموا بدور جميل إلى آخره إلى آخره. خونة. نندد بشدة بحل أي تنظيم مدني مسالم يدعو إلى حرية الشعب الجزائري وإلى دولة القانون. واليوم كان المثال هو راج اللي كل تضامننا معهم حتى ولو اختلفنا معهم في الأفكار أو في الآراء أو في الأطروحات، ذلك نقاش آخر وهو قد يكون نقاش صحي بين الجزائريين عندما يختلفوا من زوايا متعددة. وليكن لمن يريد أن يصل إلى السلطة الشعب هو الحكم في مشروع المجتمع وفي المشروع الاقتصادي وفي المشروع السياسي وفي كل المشاريع، الشعب هو السيد تحت أي ظرف كان، الشعب هو السيد وليس أي جهة أو طرف أو تنظيم أو كمشة جنرالات. كنت أتابع، من بين ما كنت أتابع وبألم شديد، شيء مثل هذا. Social qui mine l'Algérie pousse des milliers de personnes à tenter la traversée vers l'Europe, quels que soient les risques. Depuis janvier, près de 15 000 Algériens ont pris la mer pour rejoindre les côtes andalouses et près de 500 y ont perdu la vie. Des chiffres qui dépassent tout ce que l'Observatoire international des migrations avait observé jusqu'ici. Face à cette hécatombe, certains Espagnols tentent d'aider les familles restées en Algérie à retrouver leurs proches. Reportage à Almeria, Marie Bolinches et Romarie Poteau. Quand les gardes-côtes d'Almeria rentrent au port, c'est de plus en plus souvent avec des dépouilles repêchées en mer, celles de migrants algériens. Ils sont nombreux à tenter la traversée vers l'Espagne, un voyage à haut risque. Francisco José Clemente documente ce drame humain depuis 2 ans. Le trajet le plus court fait 150 km entre Oran et Almeria. Quand vous êtes en pleine mer, dans cette zone, la houle est très forte. On ne s'en rend pas compte d'ici, mais à 30 000 de la côte, les vagues sont très fortes. Malgré le danger, depuis le début de l'année, 5 000 migrants ont emprunté la route algérienne. La crise politique et la situation économique ont poussé Mohamed, 23 ans, à tout quitter. Je suis resté 4 jours en mer. Les gardes-côtes nous ont sauvés. Il y avait des grosses vagues ? Ouais. طبعا هذه قناة RT وهي قناة ألمانية فرنسية، وهنا تتحدث عن مأساة الحراقة يعني باختصار لمخوانا اللي ما يتقنوش الفرنسية، وتحدثوا على أنه منذ بداية العام 15,000 حراق ماتوا منهم 500، وفي ألميرية وحدها تكلمت على 5,000، أنها وصلها إلى ألميرية وحدها 5,000، لأنكم سمعتوا 15,000 وأيضا 5,000. والشخص اللي شفتوه هذا ألفونسو، في الحقيقة هذا راهو أحد اللي أنا كنت قدمته قبل أسبوعين وقلت مليح الجزائريين يساعدوه ويقدموا معلومات، وفي الحقيقة أنه عنده منظمة ويساعدوه، هو يساعد في الجزائريين، يساعد في أهليهم، خاصة اللي يتخيلوا اللي الأسرة اللي يموت بنهم والأم اللي يموت لها بنها أو الأب، أو تخيلوا شنو المأساة، أو الزوجة اللي زوجها يخرج باش يحرق بلاكش ما يعيشهم أو يوصلهم، وتخيلوا المأساة، فمؤلمة جدا.
وفي الحقيقة مش فقط هذه كانت قناة، هناك قناة وهم قنوات أخرى أيضا، وهي قناة نشوف، أعتقد أنا شفت برنامج آخر أيضا في قناة البي بي سي حول الموضوع هذا أيضا. ممكن الأخ المساعد يرسلوا لي إذا يعاودي يبعثوا لي باش نشوف. في حديث كبير، في حديث كثير، وبدأت الأحاديث تكبر في الإعلام العالمي على موضوع الجزائر عموما وموضوع الحراقة أيضا خصوصا، وكثير من القنوات أو الجرائد أو المجلات وبعضها معتبر مهم يتساءل ما الذي يحدث في الجزائر؟ لماذا هذا الهروب الكبير؟ لماذا الناس تفر؟ أحيانا أسر كاملة، نساء أطفال أحيانا رضع حتى مع والديهم، ناس كبار ناس صغار، لماذا هذا اليأس؟ كيفاش الناس تفر من بلد هو عاشر مساحة في العالم، بلد في بحر المتوسط بذلك الشاطئ الواسع أكثر من 1400 كيلومتر، بلد بمناخ البحر المتوسط، الناس تحلم أن تعيش في مناخ البحر المتوسط من أجمل مناخات العالم. كيف يعجز الناس أن يجد عمل أو سكن في هذه الأرض الشاسعة وفي هذه البلاد اللي تحتاج كل شيء؟ تساؤلات كثيرة وتساؤلات نقرأ في مقال قبل قليل أيضا في نيوزويك، تساؤلات عن لماذا هذا التسلح الهائل، لماذا شراء الأسلحة بلا حدود، لماذا الخصومة مع الجار الشقيق المغرب؟ هذه مجلة أمريكية بطبيعة الحال، مجلة نيوزويك، وهي أحد من مشاهير المجلات في العالم. وتتساءل المجلة، هل الجزائر ذاهبة باش في 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 فتح للروس وللصين وفي دخول في خصومة مع الآخرين؟ ولماذا هذا تعتبر الجزائر أكبر مشتري للسلاح في العالم من عند روسيا؟ هي أول، الجزائر أصبحت هي أول زبون لروسيا، كان من قبل ربما الهند أحيانا تتجاوزنا، أو الآن أصبحت الجزائر هي أول زبون للسلاح الروسي والذهاب للسلاح الصيني. وماذا نفعل بالفريقات وبالكورفات في حين أن الشعب يجوع؟ الجامعات مدمرة، المستشفيات مدمرة، المدارس مدمرة كثير منها، الأطفال لا يجدون باش يروحوا للمدرسة، ما فيش نقل مدرسي، كثير من الناس لا تجد، المخير اللي يشتغل إلى كملت له الشهرية 10 أيام راه مليحة أو سمانتين. لماذا في نفس الوقت اللي فيه قلة المدخول وقل والجوع والعطالة والبطالة ونقص السكن تتجه هذه المجموعة وهذا الحكام إلى مزيد من الأسلحة؟ والسؤال اللي ينطرحوه دائما، هل كانت الأسلحة هي التي تحسم المعارك؟ أليس الإنسان هو اللي يحسم المعارك المسلحة في نهاية المطاف؟ إذا كان الشعب يجوع، جزء من الشعب ويعيش في حالة بؤس ويزداد البؤساء كل يوم أكثر فأكثر، هل ينفع السلاح؟ هل ينفع الاتحاد السوفيتي كونها أنها كان عندها سلاح تقدر تدمر به الأرض مئات المرات؟ الاتحاد السوفيتي كان عنده أقوى جيش بري في العالم، أو على الأقل أكبر جيش بري في العالم، كانت عنده الدبابات بلا حساب، الطائرات بلا حساب، سلاح نووي، انهار الاتحاد السوفيتي وتفتت. لماذا لا تتعلم هذه العصابة بالرغم أنهم درسوا عند الروس؟ طبعا يبعثوهم هناك الكثرة للعب والشهوات والعبث، لكن مع ذلك يروحوا في تكوينات يعني، وبعضهم كان هناك عندما انهار الاتحاد السوفيتي، مش بعيد الاتحاد السوفيتي على الانهيار، عمره 30 سنة فقط، ديسمبر 91.
عموما هناك حديث بدأت الجزائر تكبر في الإعلام، خاصة مع خصوماتها مع المغرب، والآن هم دخلين في خصومات أخرى وخصومات الآن مع هذا الكيان الصهيوني، وجايين معها في معارك انتاع باش هم يوحدوا طبعا على أساس أنه باش يجيبوا الناس لداخل باش يرفعوا لهم المعنويات والوطنيات. ما تفيدش هذه البروباغندا إذا كان الشعب يعرف أن اللي تحكمه هي كمشة عسكر متخلف رديء عاجز، بمعنى العجز وبمعنى الشيخوخة. ما تفيدش، الشعوب تتوحد حول مشروع، مشروع اجتماعي، مشروع سياسي، مشروع وطني حقيقي. لا يمكنك أن توحد الشعب بهذا التبون ولا بالشنقريحة ولا بأمثاله. الشعب يتوحد ويواجه المخاطر الخارجية إذا كانت هناك مخاطر حقيقية عندما يؤمن ويقتنع بأن نظام الحكم نظام أقل شيء أنه نظام يحب الشعب والشعب يحبه، أنه نظام وطني. هذا المشهد أصبح شبه يومي، مئات المهاجرين الجزائريين يعبرون بطرق غير شرعية إلى السواحل الإسبانية في رحلة محفوفة بالمخاطر. في 21 من سبتمبر الماضي عثرت الشرطة الإسبانية على جثث 8 مهاجرين جزائريين من بينهم طفل في ساحل ألميريا جنوب إسبانيا، ولا يبدو أن الظاهرة تتوقف. في الأسبوع التالي وصل إلى إسبانيا 1900 مهاجر، أكثر من 70% منهم جزائريون. La ruta argelina, que es una ruta muy poco tratada aquí en España. De hecho, es la primera nacional. توقفوا هنا. الأسبوع الماضي وصلوا 1900 إلى إسبانيا، 70% منهم جزائريون. يعني نحن نتحدث أقل شيء على 13%. الحقيقة الأخبار كان ذكرت يومها 14%، 1400 جزائري. بالمناسبة هذه الأرقام اللي تصدرها الجهات في إسبانيا رسمية وغير رسمية هي أولئك الذين اكتشفتهم الشرطة وقامت الشرطة بوضع بصماتهم، أي المسجلين رسميا. مش نحكو اللي يغرقوا في البحر، ومنش نحكو وهو عدد كبير اللي أصلا ما تكتشفهمش الشرطة الإسبانية، لأن إسبانيا هي في الغالب بلد عبور، الناس تعبر إلى فرنسا، إلى بلجيكا، إلى ألمانيا، إلى هولندا، ولكن خاصة إلى فرنسا. يعني دائما ديروا في بالكم إذا سمعتوا باللي كاين 1500 هذا الأسبوع، أعرف باللي أقل شيء في الحقيقة راهم فايتين 2000 إلى مش 3000، لأن هناك في الغالب كمعدل النصف ربما ما قامش الشرطة الإسبانية العثور عليهم أو بتسجيلهم. أحيانا حتى يخلوهم يروحوا باش إذا قطعوا ما ترجعهمش فرنسا، إذا على أساس أنه ما دخلوش من جهة إسبانيا. عندما يهرب شعب من وطنه، هذه أكبر إدانة لأي نظام حكم قائم. هذه أكبر إدانة، ما فيش إدانة مثل إدانة شعب يهرب من وطنه. يعني تجيب البروباغندا، تجيب قنوات، تجيب الذباب، تجيب الجرائد، تجيب تعطيهم أموال الشعب الجزائري كله، مش رايحين يمسحولك العار وهو هروب الناس من وطنهم. مش الشباب فقط، النساء والرجال والأطفال وأحيانا الشيوخ. لو كان أي حاكم في العالم يحدث معاه هاك ويقعد عنده ذرة كرامة يستقيل. شفناهم في بعض البلدان يحدث حادثة سقوط طائرة يستقيل الحاكم أو رئيس الوزراء أو وزير النقل. قطارين يتصادموا يستقيل. أو المستشار النمساوي يعني رئيس الوزراء يعني الحاكم في إسبانيا في النمسا على قضية فساد صغيرة يعني. مقارنة مع الإصابات اللي عندنا صغيرة خلاص استقال، مع أنه في قمة شبابه
نظن مازال ما وصلش حتى الأربعين سنة، واحد من أصغر الحكام في العالم إذا مش أصغرهم، استقال. وحدثت في الحقيقة في كثير من الدول قضايا بسيطة أحيانا تسقط الحكومة كلها. إحنا الشعب يهرب بالآلاف في الشهر، سبتمبر هذا المصادر كلها تتحدث على الأقل 4000 جزائري، أقل شيء، هذو اللي يحسبوهم هربوا لإسبانيا فقط. مش نتكلموا على اللي يروحوا لإيطاليا، مش نتكلموا على اللي يهربوا بتأشيرات مزورة أو تأشيرات يشروها بمئة مليون ومئة وخمسين مليون. الآن تأشيرات الشنغن تصل إلى 150 مليون بدراهم الجزائر. أي عباد هاد الناس اللي رانا معاها؟ ومع ذلك ما زال خطاب انتصاري كاذب يعبر عنه تبون بقمة القذارة. وعلى ذكر تبون، أو خلونا قبل ما نروحوا له راح نشير فقط بالسريع اليوم ونرجع للموضوع بكل تفاصيله، هو ما يسمى بقانون المالية لسنة 2022. قانون المالية لسنة 2022، ودائما بنتحدث بإنصاف، في بعض الإيجابيات اللي تتعلق بتخفيض الضرائب على، هي ضرائب في الحقيقة كان نورمال ما تكونش كلها. تخيلوا أنه ليدي الآن ليدي في الجزائر 11000 دينار عليه ضريبة، ليدي مليون ومئة، يعني اللي يخلص 50 أورو، أقل من 55 أورو كاين ضريبة عليه. الآن رفعوها إلى 2000 إلى 20000 دينار، يعني إذا تدي 100 أورو ولتحت، نعم كاين اللي يدو أقل من 100 أورو في الجزائر ورسميا، وكاين اللي يدو أقل من 100 أورو أو 100 أورو ما يخلصوش. أسألوا عمال النظافة في الأغواط، راهم الظاهرين عندهم شحال، عندهم أشهر ما يخلصوش. مليح يسموهم حتى مهندسين نظافة في الحقيقة، لأنهم هما اللي نظفوا المدن، هما اللي نظفوا الشوارع، هما اللي، ولما ما يقوموش بعملهم وشوفوا حتى هما يقوموا أحيانا بعملهم كاين كوارث، فما بالك شوفوا الآن. إذا قلت، قال لك راح ما يديروش ضريبة على اللي يدي من 20000 دينار ولتحت. الحمد لله أخيرا اللي يدي 100 أورو ولتحت ما يخلص ضريبة شهريا. إذا تعتبر إيجابية مهما كان، بالرغم أن الأصل أنه في الجزائر الآن المفروض اللي يدي من 50000 دينار ولتحت ما يخلص حتى ضريبة. وأصلا اللي يدي من 50000 ل 100000 دينار، يعني من 5 ملايين ل 10 ملايين، يجب أن تكون الضرائب محدودة ولا تتعدى قضية المساهمة في صندوق الشيخوخة أو المساهمة في الضمان الاجتماعي. لأن أصلا ما معنى 10 ملايين في الجزائر؟ أقل من 1000 أورو، مع أنه كثير من المواد إذا ما هيش نفسها مثلها مثل اللي يباع في إسبانيا أو فرنسا السعر أو في بريطانيا، مرات أغلى في الجزائر. هناك مواد نشروها هنا في بريطانيا أرخص مما يشروها الجزائريين، والناس تعرف هذا، وأكثر من مرة نضرب أمثلة. أما إسبانيا أرخص بكثير، في حين أن معدل الدخل هنا لا يقل عن 1500، مش معدل الدخل، الحد الأدنى لا يقل عن 1200 أقل شيء، خلنا باش نكونوا أقل شيء 1200 جنيه، في الحقيقة هو أكثر، لكن أقل شيء 1200 جنيه، بمعنى بدراهم الجزائر ما يقارب أو يزيد عن 25 مليون، هذا الحد الأدنى. مع ذلك هنا في هذه البلاد كاين اللي يوصل لغاية 12000 جنيه، معناها 1000 جنيه في الشهر ما عندوش ضريبة، ما فيش ضريبة على 12000 الأولى في العام، أي على 1000 جنيه في الشهر ما كانش ضريبة، إذا تدي فوق 1000 تبدأ الضرائب. يعني اللي يدي في هذه البلاد ما يعادل 23 مليون بدراهم الجزائر ما يدفعش ضريبة على 23 مليون الأولى، فوق 23 مليون يبدأ يدفع الضرائب. صحيح السكن هنا أغلى، النقل هنا أغلى، هذا مؤكد، لكن المواد اللي تتعلق خاصة المواد الغذائية، المواد البسيطة، الحاجات تاع الأطفال، راهي تتقارب كما الجزائر، والجودة أفضل وأحيانا أرخص من الجزائر في بعض المواد.
إذن كاين بعض الإيجابيات، قلت محدودة، تتعلق ببعض تخفيض الضرائب لبعض الناس وبعض الفئات، ولكن المصائب اللي فيه أكثر بكثير بما فيها ضرائب خاصة على المواد اللي يدخل فيها على السكر والمواد المرتبطة بالسكر. ونحن نعرف أن هناك مواد كثيرة مرتبطة بالسكر، قال لك باش يحافظوا على صحة الجزائريين. نعم، كي ديرها في بريطانيا ولا ديرها في ألمانيا، هذا لأن الحكومة والدولة تقوم بالفعل بدور هائل في موضوع الصحة. فلما يديروا ضرائب على الأشياء السكريات، فلأن هناك أسباب، وهنا خاصة أسباب السمنة. الجزائر الناس راهي، كثير من الناس راهي عندها سوز أليمونتاسيون، يعني عندها نقص في التغذية. إلا مش عندها الأنيمي، إلا مش عندها سوء التغذية، خارجين يتكلموا على، قال لك أن الجزائر راهي في الغذاء مثل أوروبا. لا تتوقفون على الكذب أبدا، لا تتوقفون على الكذب أبدا. لازم لك تدي 5.5 ملايين باش تقدر كيلو لحم في الجزائر يساوي اللي يدي 5.5 ملايين يوم نتاع شغل باش يجيب له كيلو لحم. وإحنا نعرف أن الأغلبية العظمى ما يدوش 5 ملايين، في حين أن في هذه البلاد كيلو الحم هو عمل نتاع ساعة واحدة، مش تاع 9 ساعات، تاع الحد الأدنى. في الجزائر لازم يكون من اللي يدو 5 ملايين والفوق، هذو محظوظين باش يشري كيلو الحم بقيمة يوم شغل. إذا مجموعة من الضرائب خاصة على السكريات، طبعا فيه ضرائب أيضا على التبغ، هذا ربما شيء مليح حتى الناس اللي راهي تهلك في صحتها بالدخان تشعر بألمه في جيبه، لكن هناك كثير من الضرائب. ويتحدثون خاصة على قضية، وهي قضية أنه رفع الدعم على المواد الأساسية، يعني كل المواد اللي راهي مدعومة الآن يتكلموا على رفع الدعم. المشكلة، الفكرة في حد ذاتها جميلة، لكن عندما تكون عندك بالفعل دولة، عندما يكون عندك بالفعل نظام قائم مش فوضى. احنا شفنا لما تكلموا ذاك الوقت على انه يعطوا للناس 1 مليون اللي هي اقل من 50 أورو، تبون خرج ومتألم، قال لك راهو، وكانه هو معارض يعني، قال لك راهو المليون ما وصلش لمواليها. اذا كنت المليون نتاع الكورونا ما وصلتوش لمواليها، كيفاش تقدر توصل دعم لحوالي 20 مليون جزائري يحتاجوا للدعم؟ نصف الشعب الجزائري يحتاجوا الدعم، لانهم يدوا من تحت دخل نتاعهم او نتاع رب الاسره من 30,000 دينار فما تحت، ربما أكثر من 20 مليون، يعني تقديري أنه أقل شيء 20 مليون، أقل شيء نصف السكان. إذا رفعت الأسعار تاع السميد ونتاع الكهرباء ونتاع الماء ونتاع الزيت ونتاع السكر ونتاع القهوة وكل الأشياء اللي راهي مدعومة الآن، كيفاش توصل دعم كاش لمواليه؟ قال لك عندهم طرق، أتحداكم، وستقوم، ربما هذا سيؤدي إلى انتفاضة حقيقية في بداية السنة، لأنكم سترفعون الدعم بدون أن توصلوا الدعم بالكاش كما راكم تكلموا عليه. نعم، الدول المحترمة تقدم الدعم، وهي الدول الغربية هذه كلها تقدم الدعم كاش للفئات المحتاجة باش السلع الناس تشريها كلها بنفس السعر، لكن الفئة المحتاجة يكون عندها دخل كاش، دعم كاش، باش ما تجيعش، باش ما تصابش بسوء التغذية، باش الأطفال يأكلوا ويلبسوا. لكن هنا أنظمة قانونية قوية جدا، وهنا يستطيعون تحصيل الضرائب، هنا الضرائب حصلوها في الغالب أقل شيء في حدود 90%، ما عدا التلاعبات تاع الشركات الملتي ناشونال، هذيك حاجة أخرى، لكن عند الناس أقل شيء تحصيل ضريبة تصل إلى 90%. هنا مرات نتأخر على دفع ضريبة السكن اللي يسموها الكونسل تاكس لخطأ ربما مع البنك أو قبل أسبوع،
رسائل تحذيرية راك ما دفعتش الكونسل تاكس، ضريبة شهرية على البيت اللي مأجره، وكل الناس يدفعوا هذه الكونسل تاكس بالمناسبة، ما عدا اللي ما عندهمش اللي يتقدموا لطلب ما يسمى بالدعم الاجتماعي، وإلا ستدفع ضريبة الكونسل تاكس. ولو كان ما ندفعش في الأسبوع القادم تجي غرامة، أو تجي تحذير آخر ثم تجي غرامة، تجي إضافة، وهكذا. في نفس الوقت عندهم قدرة كبيرة على تحصيل الضرائب، وفي نفس الوقت عندهم قدرة كبيرة على إيصال المساعدات والمعونات للمحتاجين، لأن هناك تنظيم قوي جدا. تتبون يعطي في مرات في معلومات هذا ما يسمى برئيس الدولة، يقدم أرقام لا علاقة لها بالله. آخر الفضائح اللي دارها لنا قال لك كاين 6 ملايين جزائري في فرنسا، فضيحة فضيحة، هذه مش حقيقة. عدد الجزائريين في فرنسا لا يتجاوز 4 ملايين، اللي من أصول جزائرية واللي جزائريين واللي زادوا في الجزائر أو ما زادوش في الجزائر لا يتجاوز 4 ملايين. الجزائريين كلهم في الخارج في حدود 6 ملايين، ربما أقل شوية أو أكثر شوية، ما عندناش إحصائيات دقيقة، لكن التقديرات هي في حدود 6 ملايين. هذا ما يسمى برئيس الدولة يقول برك. طبعا في الجزائر ما كاش واحدة من أبشع الأشياء، ما عندكش إحصائيات، وكي تكون كاينة إحصائيات في الغالب إحصائيات مغلوطة أو تقريبية، كاش حاجة دقيقة. بينما لا تقوم أي تنظيم، لا تستطيع أي حكومة القيام بأي عمل سيريو جدي بدون إحصائيات دقيقة، وإلا راهي غارقة فقط، ما عندهمش معلومات، ما عندهمش إحصائيات، ورايحين يرفعوا في كثير من المواد يرفعوا عليها الدعم بدون أن يكون هناك بديل للناس اللي أصلاً بالدعم وراهي تجوع، فما بالك بدون دعم. راح نرجع لهذا الموضوع بأكثر من تفاصيل إن شاء الله في اللايفات القادمة. يعني نشوف بلي أنا وصلنا 67 دقيقة وما زال ما تكلمتش على مجموعة قضايا بما فيها موضوع تبون. كاين أيضا موضوع المحاكمة نتاع السعيد بوتفليقة وطيب لوح، ربما الكثير منكم سمعوا هذا التدخل، خلنا اللي ما سمعوش خلنا نوريه لهم، نتاع السعيد بوتفليقة فيه واحد يعد طبعا سجله بتسجيل سري، نسمعوا شوية اليوم فقط ما قال، لكن راح نرجع لكم إن شاء الله على الموضوع في اللايف القادم أو اللي بعده. راح نحبسه هنا. تعليق سريع على ما قال هنا سعيد بوتفليقة، يقول لك عندي أسرار لو كان تكلم زعزع أركان الدولة. طبعا أنا عارف اللي هذه حقيقة قالها، لكن هذه الكارثة هو أنه أسرار الدولة تصبح في يد شخص كان يسمى مستشار، ليس أكثر مستشار. هنا في الحقيقة يعترف بطريق غير مباشر أنه كان هو الحاكم الفعلي للبلاد، لأن يعني المفروض أن أسرار الدولة الحقيقية تكون في أيدي الرئيس وأيدي الحكومة وأيدي كبار الوزراء وليس في يد مستشار. هنا من حيث لا يشعر
أكد الحقيقة اللي كنا طول عمرنا نقولوها وكانوا ينفوها وكانوا يكذبونا وكانوا يشتمونا وكانوا، وهو أن البلاد تحكم حتى هذا بوتفليقة اللي كانوا على أساس أنه جابوه انتخابات وهي كلها تزييف وتزوير، أنه مش هو اللي يحكم، أن الحاكم الحقيقي هو السعيد. صحيح اعترف بها القايد صالح فيما بعد لما قال الجزائر كانت تحت استعمار ثاني، لكن هاوي أكدها اليوم السعيد بوتفليقة بطريقة أخرى. بين الأشياء الأخرى اللي قالها، قالك أنا تربيت عند ناس كبار، عند بومدين وعلى يد بومدين وعلى يد بنبلة وعلى يد بوتفليقة. ضحكتني موضوع أنه تربى على يد بنبلة. يا أخي بنبلة مش قاموا بانقلاب ضده في 65 وانت كنت عمرك يومها 9 سنوات، كيفاش تربيت عليه؟ هو قضى من 65 إلى 81 هو في السجن إقامة جبرية، وبعدين غادر وأصبح معارض من الخارج. طبعا مرة أخرى أي كلام، مثل كل المسؤولين الجزائريين بكل أسف، لأنه مش مسؤولين، لأن العصابات تجيبهم وتحطهم كواجهة. بوتفليقة جابوه الجنرالات 99 وحطوه واجهة، وهو جاب خوه وأصبح خوه يحكم في دولة صحيح قلبها الإجرامي هو المافيا العسكرية، لكن الواجهة المدنية كان سعيد. رح نعلق على بعض ما جاء في النقاش تاع المحاكمة باش نشوفوا الزوايا أو الخلفيات اللي من خلال كلامهم نحلوا هذا بعض الكلمات، باش مرة أخرى يتبين في الحقيقة أنه نفس النظام هو نفس النظام، ولكن عندما سجن بعض منهم، نصف العصابة في السجون ونصفها مع تبون، أعطتنا تأكيدات لما كنا نعرفه، وربما فضحت أمام الشعب وأمام الناس أشياء كثيرة ما كانوش يعترفوا بها. راح نجيو نتكلموا عليه هو وطيب لوح. طيب لوح أيضا اللي ظهر في المحاكمة نتاعه أنه ديمقراطي كبير وأنه صاحب قانون وصاحب عدالة، حتى أن السعيد بوتفليقة يقول بأن في وقت بوتفليقة لم يسجن أحد. طيب، وفخار كمال الدين فخار اللي مات في السجن، من سجنه؟ عبد الله بن نعوم اللي كاد أن يموت في السجن وذاكره مازال مسجون ظلما وعدوانا، من سجنوا؟ حتى بن شيكو اللي لما انتقد بوتفليقة وهو صحفي وإن كان متطرف في آرائه، لكن مع ذلك سجن، وسجن سنتين. كان يرأس لوماتا، جريدة لوماتا. محمد تمالت مات قتل، مش فقط سجن، سجن وقتل داخل سجن في عهد بوتفليقة ولا في عهد يغرطة، في عهد بوتفليقة. مهزلة حقيقية هاد الناس، يقولوا أي كلام. الآن إخواني اللي ما يتقدروش يتحملوا وتبون، نطلب منهم المغادرة باش ما ينزعجوش، لأن البعض منهم منزعج بشدة كوني ما زلت نجيب ونتكلم عليه. للأسف كما قلت وأنا شرحت في البداية لماذا ضرورة ذلك. المواضيع اللي أشرت لها فقط سنعود لها إن شاء الله بنوع من التفصيل، بما في هذا موضوع المحاكمات وموضوع ما يسمى بالميزانية ومواضيع أخرى، حتى موضوع الماك هذه والاتهامات إلى آخر هاي اليوم ما يسمى بجريدة الخبر. هذه جريدة الخبر في الحقيقة أصبحت لعبة في أيدي الإمارات، تحولوا مش برك إلى بؤس الإعلام، ولكن يصبح أبشع من بؤس الإعلام، يصبح في أيدي أخرى ويزعمون. إدراج الماك ورشاد كمنظمات إرهابية في قانون العقوبات، أي كلام، أي كلام. وهل يدرج مثل هذا في قانون العقوبات؟ طبعاً إحنا لا نستبعد أي شيء من هذه العصابة، لكن هذه الجريدة هذه باش تبيع، لأن طبعاً الناس لا يصدق هذا الإعلام ولم يعودوا يقرؤوه ولم يعودوا يشروه إلا قليل جداً. طبعاً أغلب ما يجيهم الآن هو راهي الإدارات تشري من أموال الشعب،
يشروا الجرائد هذه ويوزعوها في الإدارات، إضافة إلى ما يعطولهم في ما يعطولهم بلاناب، اللي بالمناسبة زادوا أطاحوا بالمدير نتاعه وداروا مديرة جديدة اللي هي هذه الوكالة الإشهار. وكالة الإشهار إحدى الطرق الأساسية للتحكم في هذه الجرائد، لأن هذه الجرائد كلها خاسرة بدون مال من الخزينة العامة. ما كانش من بين الطرق اللي يمر لهم المال هي ما يسمى بوكالة الإشهار، اللي ما يعطوش إشهار يغلق. حتى هذا الموضوع إذن رح نرجع له إن شاء الله في اللايف القادم، سواء غدا أو بعد غد، على الأرجح رح يكون بعد غد. إذن راني باش نسمح الوقت، بعطيت الوقت باش الإخوان اللي يحبوا يغادروا لأن رح نبدأ معه أو رح نخلص مع تبون اليوم، نخلص معه. كاين أشياء كثيرة المفروض نقدر نعلقوا عليها، لكن حاول أني منفوتش 20 أو 25 دقيقة من الآن في التعليق على تبون. نرجع فقط للفيديوهات، كانت أول أمس. أنتظر منكم دقيقة أو أقل إخواني. سيد الرئيس، كان هناك حديث عن أن إسرائيل تبني أو تنوي بناء قاعدة لصناعة طائرات سيارة، طائرات مسيرة درون انتحارية سبسيدار في المغرب. هل هذا الموضوع يقلق الجزائر؟ ما يقلق ما حتى شيء، وهذا شيء جديد قديم جوردوي. سيد الرئيس، التوترات الأخيرة بين الجزائر والمغرب، المهم صراحة بعبارة شعبية، اللي يحوس علينا يلقانا، celui qui nous cherche nous trouve، nous ne cherchons personne. حنا نعرفوا قيمة الحروب، أنا هضرك على ملايين شهداء، حنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. سمعت من ما مشى حتى التوارق ولا الحراك، طيب باش ما يقولوش هاتسيت سيه هذاك، علاش ما نبغيش الحرب، نحبوا السلم. خليني نقول لك، المستعمرة الوحيدة اللي دامت فيها المقاومة 70 سنة، 70 سنة كونت يزون فيتي لو سنتونير دو لا كولونيزاسيون، سا لو فازي كيلكو زاني برك اللي حبس الحرب. إذن ما نحوسوا أون شيرش بيرسون، بصح اللي حوس علينا راها يبدا هو، والله ما تنتهي. ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ما نتعدى على حد، اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. تكلار السيد رئيس توترات بين الجزائر وما للأسف، للأسف، لأن هذا الخطاب موجه فقط للأشقاء في المغرب. يعني هل يتبون، هل تقول هذا الكلام مثلا للطلية، اللي بالمناسبة قلت لنا أن اقتصادها واقتصاد فرنسا مختلف وإحنا لازم نتعلمون عند الطلية؟ هل تقولوا للإسبان، اللي بالمناسبة أراكم تمدوا في مصالح كبرى بما فيها المشاريع، بما فيها قضية الغاز، بما فيها قضايا كثيرة جداً لصالح إسبانيا اللي مستفيدة حتى من هذه الخصومة بين الجزائر والمغرب؟ هل قلت شيء شبيه أو رديت على اللي انفانا من الوجود 130 سنة وماكرون اللي زاد انفانا في خطابه وفي كلامه قبل أسبوعين مع ما سماه هو أحفاد الجزائريين؟ فقط انتفاخ
ونفخة مع أشقاء اللي كان المفروض نبنوا معاهم اتحاد مغاربي رسميا، في حديث على اتحاد المغرب ومش عارف مغاربي إلى آخره، بدل ما اللي حوس علينا يلقانا وإحنا والله ما أنا محبسين لماذا ما يكونش خطاب عقلاني، خطاب تاع رئيس دولة؟ لو افترضنا أنك بالفعل، طبعا الشعب تبون مصور جابوه العسكر، الشعب لا يعترف بيك، وهذا كل يوم كل ما تحدث تزيد في تثبيت رأي الشعب فيك ورأي الحراك فيك، بل أن كثير من اللي كانوا يعتقدوا في المشروع اللي تكلموا آنذاك نوفمبرية والباديسية تبين له وتبين لهم بما لا يدع مجال للشك أنك كارثة على البلاد. بالعكس أنا مع انتقادي للنظام المغربي في قضايا معينة والناس يعرفوا رأيي في هذا، وكنت حتى حكيت كيفاش تعاملوا معايا البوليس المغربي لما جيت خارج في 2015، وكانت أول زيارة للمغرب بعد 24 سنة من 91 ما زرت المغرب إلى 2015. لكن للإنصاف الملك المغربي عندما تحدث في علاقاته مع الجزائر في عدة خطابات في السنة الأخيرة كان خطاب عقلاني، سواء كان هذه نيته ولا مش نيته هذا هو الظاهر، سواء كان يقصدوا ولا ما يقصدوش هذا هو اللي خرج للعالم، أنهم هم يريدون التعاون، يريدون فتح الحدود، يريدون السلم، يريدون، وأنت تجي خارج وكأنك مراهق في ثانوية هكذا في السيكوند ولا في البريمير. نذكر هذا الكلام لما كنا صغار، اللي يحوس عليا يخرج لي، واللي يحوس عليا يتلاقاني بعد الكور وكي نخرجوا من اللي يكون تفاهموا، هذا خطاب تاع مراهقين، واللي يبدأ والله ما نحبسه هذا خطاب تاع مراهقين، هذا خطاب ذبابي مش خطاب تاع رئيس دولة يزعم رئيس جمهورية، مش خطاب. كان يجب عليك أن تقدم 1 2 3 قال إحنا هاي انتقاداتنا للنظام المغربي، 1 2 3 4 5 الناس هناك تشوف كاين حاجات تقاس، وبعدين الناس تشوف هل هذه الانتقادات صحيحة، هل هذه الخصومة صحيحة أم لا، بدل الانتفاخ وتسرديك وخطاب ذبابي وكأنك زوج متداوسين أيضا مراهقين في الفيسبوك أو في مدرسة أو في ليكول أو في مانيش عارف، هذا ما يمشيش. ومش هيك توحد الجبهة الداخلية ولن تتكرر ما حدث 63، شعب راهو فاهم. كان يجب عليك كرئيس دولة تزعم أن تقدم انتقاداتك بالفعل فعلا وبالأدلة. أما هذا الانتفاخ ما رحش بعيد والناس تحتقرك أكثر، تخيل سفراء دول يكتبوا تقارير على خطابك، ماذا يكتبون؟ يعني أنا متأكد أنا في كثير من تعليقهم راح يجي اللي هذا في تصرفات نتاع طفولية صبيانية childish c'est de l'enfantillage. مش هكذا تساس الدول وتقاد الدول، ليس بهذه الطريقة. هذا لو كان خرج كابيتان في كازيرنا تكلم هذا الكلام الناس يقولوا له لا لا حبس حبس، مش هذه الخيال، هذا مش خطاب. يخرج رأي ما يسمى برئيس الدولة، مؤلم والله. خلينا نزيدوا نسمعوا شوية. شهادة ما يسمى بوساطة من بعض الدول وبعض الشخصيات البارزة، ما تعليقكم على هذه الوساطة؟ ما نقبل حتى وساطة، قبلنا حتى وساطة. ووزير الخارجية لما مشى للاجتماع تاع رؤساء الخارجية تاع الجامعة العربية، كم ترأسها إنسان طيب جدا ونحترمه وزير الخارجية الكويتي، في البداية قال هذه النقطة لا تدرج في جدول الأعمال، ما تساويش بين الجلاد والضحية، بين المعتدي والمعتدى عليه. احنا ما ناش غلطين، احنا كان رد فعل وقعت فيه أمور من المفروض ما تكونش، ولكن ما
واش حنا السبب؟ حنا عمرنا ولا تلفظنا بشي اللي يمس الوحدة الترابية المغربية، رغم أن فيه سوابق تاريخية، لكن إحنا ما عمرنا ولا استغلينا إلا الكسامة. كانت فيه ظروف، الجماعة تعدوا علينا في 63، إحنا ما عندناش تجيش، مازال المجاهدين نازلين من الجبال ونازلين كذا، وفي التعداد نتاع الشهداء نتاعنا والمجاريح وكذا. يجي هاجم عليا بالقوات الخاصة والدبابات والهليكوبتر باش يدير طرف من ترابي. واش هاد الفكرة التوسعية هادي نتاعها؟ اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. ماهوش تصرفات، ماهوش جوار، هذا ماهوش وزيد وزيد وزيد. والناس تعرف الإرهابيين في ذاك الوقت كل ساكنين في دي فيلا في أكادير، وعاطينهم حراس وعاطينهم درام وعاطينهم باسبور ديبلوماتيك. كوارث. الإرهابيين أنا ذاك يتكلم على التسعينات، كلهم ساكنين في أكادير وفي عاطينهم دي فيلا وباسبور ديبلوماتيك. أي كلام هذا؟ هذا رئيس دولة يا أخي؟ كان ما يسمى بهذاك ما رئيس مال الجية، سلموا لكم الحسن الثاني زعيم الجية، وسلموا لكم الحسن الثاني. عشرات الجزائريين اللي اعتقد النظام المغربي أنهم تاع جماعات مسلحة إسلامية مسلحة سجنوا، وبعضهم سجنوا لسنوات طويلة جدا. كلهم يعطيهم باسبورات دبلوماسية. بلك راك غلط، باسبورات دبلوماسية تعطى لقادة البوليزاريو من جهة الجزائر. يجب أن تكون الأمور منطقية. إذا قال لك واحد باباه عاش 100 سنة ممكن تصدقه، 110 سنين ممكن، يقول لك 150 سنة تمشي وتضحك، تقول هذا عنده عقل ولا ما عندوش. هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. لازم يكونوا الفاكت، خاصة لما ينطقهم ما يسمى برئيس دولة، يكون عندهم حد أدنى من المصداقية، حد أدنى من أن هناك من يصدقهم. هو النظام المغربي سجن الآلاف من الإسلاميين تاوعوا بحق أو بباطل. كيفاش يجي يقدم لك الإسلاميين؟ وقلنا أنه وهذا معروف، وفي حتى نزار المجرم تكلم عليها، وكيفاش راح جاب العيايدة من المغرب إلى آخره. ثم في الجزء في البداية يقول لك احنا رفضنا أي وساطة. وزير الخارجية قال لهم للعرب لما تلاقوا ما نحبش أي وساطة. بالعكس، كون كان هناك أدنى منطق نتاع الجيرة ونتاع الناشقة ونتاع أنه نقبل الوساطة، خلنا نسمعوا الرأي والرأي الآخر، خلنا يكون هناك وسيط نسمعوهم ما نريد ويسمعونا ما يريدون. طيب لماذا أنتم تفتخرون أنكم درتوا وساطة كما تقولوا بالرغم أنها فاشلة ما بين أثيوبيا وإريتريا، أو وساطة ما بين الولايات المتحدة، وتقول أنك الدبلوماسية الجزائرية كانت مهمة ما بين الأمريكيين والإيرانيين؟ لماذا؟ بالعكس، وجدنا أمريكا بكل جلاجلها هذه الإمبراطورية تمدح الوساطة القطرية بينها وبين طالبان، ووجدنا دول كبرى تستفيد حتى من قضية الوساطة، لأنها تمرر قضايا كثيرة جدا عن طريق دبلوماسية الوساطة. وحتى إذا ما قبلتش في النهاية تقول ما قبلتش أنا، لكن الناس العالم يشوفك أنك تريد البحث عن حل، ما راكش تتصرف كتصرف مراهق، ما راكش تتصرف كتصرف إنسان جاهل قاعد ينتفخ ويتسردك على من؟ الإمبراطورية اللي استعمرتنا 130 سنة، القوى الكبرى اللي تطمع في أرضنا، الإسبان اللي ربما غدا يجوا وكان تاريخيا احتلوا الجزائر لمئات السنين، خاصة من جهة وهران، بل أن دخول العثمانيين كان أساسا بأسباب
الاستعمار الإسباني اللي وصل حتى البجاية، إيطاليا على أشقاء. مهما كانت الخصومات مع الأشقاء يجب أن تحل في إطار سلمي. أي خصومة، أي معركة، أي دماء ستكون كارثة على البلدين وعلى الشعبين تحت أي ظرف ممكن الحلول. وبعدين لما تقول هما تكلموا على الوحدة الوطنية، ما هو هما دائما يقول لك أنتم ما راكم تنصونا في الوحدة الوطنية، يقول لك الجزائر عندهم 46 سنة هما نحاونا الوحدة الوطنية والمعركة كلها على قضية الوحدة الوطنية، والمغرب النظام المغربي بحق أو بباطل كل قضية هي أن يراد تقسيم المغرب وفصل الصحراء عنه إلى آخره. يبقى هذا نقاش، ويستطيع مجادل من هناك يقول لك إذا كان، وأنا كنت أدنت في وقتها وبشدة وما زلت أدين، إذا كان السفير المغربي في نيويورك ذكر استقلال القبائل ما استقلال القبائل قبل 3 شهور ولا 4 شهور في جويليا، هما من الجهة الأخرى يقول لك أنتم 46 سنة مش تذكروا، تمدوا في السلاح، وهذه حقيقة للبوليزاريو، ونستضيفوا في زعماء البوليزاريو وهذه حقيقة، ويأخذوا جوازات سفر دبلوماسية وهذه حقيقة. إذن قد يستطيع الآخر بالعكس من الجهة الأخرى يقول لك أنتم اللي مسيتونا في الوحدة الوطنية. يعرف الناس رأيي في الموضوع هذا، وأن الحل لكل الخلافات عندما تكون هناك الإرادات الحسنة في الجزائر كما في الرباط ممكن لها حلول. الألمان والفرنسيس والإنجليز والإسبان والطليان والهولنديين تحاربوا طول الوقت، مئات السنين هم يتحاربوا، ثم وصلوا بنوا الاتحاد الأوروبي. لغات مختلفة، في الغالب مذاهب دينية مختلفة، حروب ودماء تحت كل متر مربع في أوروبا، هناك دماء، هناك من ماتوا. فرنسيين قتلهم الألمان، الألمان قتلهم الإنجليز، الإنجليز قتلهم الإسبان، وهكذا. احنا أشقاء يجمعنا كل شيء، يعني ما فيش بلد في العالم يجمعنا معاه مثل المغرب وتونس المغرب وتونس وليبيا، خاصة المغرب، ولكن حتى تونس وليبيا. فنحن عرب وعرب، أمازيغ وأمازيغ، مسلمين ومسلمين، سنة وسنة، بل حتى أننا مالكيين. هذا إذا خذينا بالأمور اللي في الغالب تخالف الناس، طائفة أو العرق، أو بل أن المناطق في الغرب الجزائري والشرق المغربي تكاد لا تفرق بيناتهم، واللي في الشرق المغربي يفهم اللي في الغرب الجزائري خير من اللي في الغرب الجزائري يفهم الشرقي اللي في الجزائر الشرقي. لهجات متقاربة، هذا تسرديك، هذا انتفاخ بلا معنى، هذا موش حديث تاع رئيس دولة. حروب راك قلتها، لكن للأسف تقولها بالعكس، الحروب كوارث على الشعوب، خاصة إذا كانت ما بين الأشقاء. نحاول نسرع شوية لأنه راني نشوف رانا فتنا الساعة ونص. بس ننتقل إلى موضوع ليبيا، لأن هناك انتخابات في نهاية السنة، انتخابات عامة، والجزائر سندت هذا المسار، يعني والجزائر كذلك احتضرت يعني قمة دول الجوار وزارة الخارجية، يعني هل لكم أمل أن تنظم هذه الانتخابات في ظل هناك صراعات أو بين عدة قوى في ليبيا؟ يعني بعض يعتقد أن هناك من يريد عرقلة المسار. ما فيه، في لا يحوز عرقل بصفة غير معلنة، في عناصر التفرقة موجودة، ولازم الدول العظمى تتداخل يعني بكل شفافية في هذا الموضوع. احنا من البداية من برلين أو قبل برلين صرحنا أن عندنا الحل النهائي والشفاف هو الانتخابات. في النهاية أصبحت مطلب تاع الأمم المتحدة، هذا هو
المسؤولين الجدد للشقة الليبيين اختيروا على هذا الأساس، وكانوا متفقين في تنظيم الانتخابات. مازال ما بدأوش في التنظيم، الوقت راه يداهم فينا، بقات 3 سنين 3 شهور على نهاية السنة. كاش كيرث أنا في أكتوبر نوفمبر ديسمبر 3 mois alors que c'était prévu في ديسمبر. زادو ils ont découplé الاخر المجلس الشعبي تاعهم في المجلس الوطني من الرئاسيات. معليش بغاو المساعدة رانا هنا، زدنا اقترحنا عليهم على شقة اللي جاو اللي زارونا ومستحسنين، يعني معترفين بالصعوبات اللي عليهم صعوبات، لأنهم براهم تلقين تهديدات تاع الناس ما يستعرفوش بالمشي. اللي قلنا الانتخابات مش بالضرورة، ماهيش قرآن أنها تكون في نهار واحد، حسب الإمكانيات تاع الأمم المتحدة تاع دول الجوار، حنا ومصر وتونس وتشاد والسودان، تعاونوا على أساس تكون منطقة بمنطقة، منطقة طرابلس، منطقة بنغازي، منطقة الفزان، منطقة الحدودية تاعنا مع ليبيا إلى آخره. ممكن العملية تأخذ شهرين، قال احنا في هذا الشهر هذا 20 يوم بعد لم قال القوى نتاعي ونديها لمكان آخر. المهم أن تخرج من اكسبريسيون ريال بوبولار. ثم ما واحد ما يزيد يناقش في السلطان تاع الناس اللي خرجوا من الصندوق. كيما انت في الجزائر، واحد ما راه يناقش انك خرجت من الصندوق، تخرج من اكسبريسيون ريال بوبولار، يكون هناك تعبير حقيقي شعبي يدعو إلى قيام انتخابات في ليبيا وتكون نزيهة وانتخاب حقيقي وشعبي، وهو اللي الشعب قبل القهر هذا الحراك، ومازال راه الحراك مازال راجع بإذن الله، يقول له تبون مزور جابوه العسكر، وهو اللي حد الآن ما زارش ولاية واحدة، ما عاد تيزي وزو اللي راح لها تحت ركام الدخان، لأن الآن على يقين أن جزء من الحرائق متسبب فيها المخابرات الإرهابية، خاصة مع جبار مهنا. كانوا باش يديروا الصدمة، صدمة والترويع، لعل أيضا في لايف قادم إن شاء الله نتكلم عن الصدمة والترويع مرة أخرى، يعني وكيفاش طبقوها في منطقة القبائل بالحرائق. يتحدث وينظر للليبيين ويجب تكون انتخابات، وراح يحط لهم حتى خطة عمل، وما لازمش مش شرط يكونوا مع بعض، وهنا في هذا الموقف الحقيقة يقف مع جماعة الشرق اللي مش حابين الانتخابات تكون النيابية والرئاسية في نفس الوقت، بينما حاب طرابلس والحكومة ومع انتخابات في يوم واحد، معنا خذا موقف ولكن ينظر لهم في الانتخابات. درك نزيدوا نسمعوا شوية حاجة أخرى. أنا استنوا مازال ما تروح المشكلة على المرتزقة، الجزائر تطالب بخروجهم. ماشي من نهار الاول نطلبوا احنا، من نهار الاول من نهار شوف قاعد التصريحات نتاعنا. وماشي غير الجزائر، اجتماع برلين كل كانوا حاضرين، السانك مومبر دو كونسيل سيكوريتي كانوا حاضرين، وكل مضاو على اساس يخرجوا المرتزقه، وممنوع التسليح وممنوع ادخال الاسلحه والمرتزقه لليبيا، ولكن حبر على ورق. ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ ما نشخص الامور، انا حفتر تكلفوا لي بيت تكلفوا به الليبيين، انا ما عندي. ويدير يريد الترشح للرئاسيات لك شغله، الا كان قابلين الليبيين دير له تهديدات تاع الجزائر. تشك تشك روح روح خذ، يا روح عند الجزائر الرئيس انتقل. طبعا خليكم العباره نتاع تشك هذه انتم تعلقوا عليها من رئيس دولة. مرة أخرى يرجع الحفتر قال لك إذا اختاروه الليبيين إحنا ما عندناش مشكل، كما اختاروك أنت الجزائريين ما كاش مشكل. هنا أيضا كان المفروض يكون الرد مش بتشك يا تبون الحفتر، كان المفروض يكون واضح، لأن حفتر وصل وقال بأنه راح يغزو الجزائر وسنفعل كذا وسيفعل كذا، وهذا الكلام كان قبل سنتين وكرروا أكثر من مرة، وبدل كلمة تشك اللي تقال في المقاهي ومرات حتى ربما بعض الأماكن لا تقال، كان يجب أن يكون هناك رد حقيقي
وإذا كنت ظن باللي إذا كانوا الليبيين قابلين حفتر الله يسهل عليه، إذا تدعو إلى احترام إرادة الشعوب والانتخابات الحرة فيجب أن تقبلوها في الجزائر دولة مدنية مش عسكرية. أكثر من سنتين ونص الشعب ينادي بها، ملايين الجزائريين خرجوا، دولة مدنية مش عسكرية. تبون مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية، الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. ربما مابقاش عندنا بزاف الوقت سيدي الرئيس، حبيت نطرح لك سؤال حول لان بحكم العلاقات وبحكم الجوار حول الاوضاع في تونس، لان الرئيس قيس سعيد بدا مسار جديد بتجميد البرلمان وباقاله الحكومه، هناك بعض الاطراف خارج المنطقه الافريقيه تعبر عن قلقها حول الاوضاع في تونس، يعني كيف ترى الجزائر التي تدعم تونس منذ القدم الاوضاع في هذا البلد؟ احنا نمس تونس يمسنا، باش نتدخل في الامور الداخليه تاع تونس حنا محرمينها على انفسنا ماشي معناها ندخل في امورهم الداخليه، باش نساند مساندين تونس باش تخرج من النفق. ما طلبوا المساعده نتاعنا ايام الكوفيد ما كوفيد كذا كنا حاضرين ورانا حاضرين الى يومنا هذا. الباقي يبدو ان الامور دستوريه عندهم. انا نشهد الرئيس قيس أنه إنسان مثقف ديمقراطي وطني إلى النخاع، مقدرش نلوم عليه بحاجة أخرى. ممكن يقول قالوا مكث أدرى بشعبه. ما هو ما يتدخلش في الشؤون الداخلية للبلدان، ما يتدخلش في شؤون تونس، بصح لما يجي قيس سعيد مثقف ديمقراطي، الأمور هناك دستورية، واش بقى انت الى ما مازلتش تدخل؟ يعني بعد هذا الكلام اللي هو موالي تماما للانقلاب قيس سعيد، واللي حتى اللي وقفوا معاه في الانقلاب نتاع 25 جويليه الان راهم دايرين عليه بما فيهم بعض المتنطعين المتطرفين، مثل هذه وحده اللي كانت هناك وكانت الامارات تحركها وكانت هي معاه في الانقلاب الى اخره، واللي هي ساهمت في تعفين البرلمان في المطلق، الان راهي تعترض عليه. الأحزاب التونسية تقريبا كل الأحزاب اللي عندها قيمة راهي ضده، النقابة حتى النقابة اللي كانت واقفة معاه ولو من الخلف أو بشكل غير مباشر راهي ضده الآن. خلينا من خصومه الأساسيين، والمظاهرات الحد اللي فاتت في تونس كانت مظاهرات كبرى، وقبلها بأسبوعين كانت مظاهرات كبرى أيضا، حاول يرد عليها قيس سعيد بالأسبوع بيناتهم في الوسط وكانت مظاهرات فاشلة برغم الدعم. المظاهرات اللي ضده عارضوها وقطعوا عليهم وما كانش في شارع بورقيبة إلى آخره، بينما المظاهرات اللي كانت معاه فتحوا لها كل الطرقات والسيارات والحافلات إلى، ومع ذلك النقمة الشعبية تكبر في تونس، وتقول ما ندخلوش في تونس، ومن بعد تدعم قيس سعيد وهو مثقف وديمقراطي والدستور، هذا واش تزيد اكثر؟ في الحقيقه العصابه نتاعنا متورطه في الانقلاب تاع قيس سعيد، وهذا بتوافق مع الفرنسيس ومع الاماراتيين ومع السيسي اللي هما كانوا وراء الانقلاب. مره اخرى في الحقيقه لسانك يدينك، خاصة الحديث قبلها بدقيقة واحدة، يعني كلام متناقض ومتناقض كالعادة. سيسقط قيس سعيد، وتونس اللي يراد الانتقام منها لأنها شهدت انتفاضة الشعوب وبدأت منها ستسقط قيس سعيد. للأسف المنطقة كلها رايحة للفوضى بتصرفاتكم وتصرفات الإجراميين الكبار بدعم فرنسي خاصة، لكن سيسقط قيس سعيد، وأؤكد لك ذلك. حركة التاريخ هذه، حلفاؤه وينسحبون منه الآن ويبتعدون عنه، وفرنسا اللي دعماته واللي شجعاته داخلة في خصومات وفي صراعات الانتخابات وفي أشياء أخرى كثيرة وكثيرة جدا.
Président, on va parler d'autres choses, s'il vous plaît. Qu'en est-il des mandats d'arrêt internationaux lancés par l'Algérie contre certains ministres, certaines personnalités et des activistes de la chaîne du MAC? Ah, c'est un... On a lancé tout, on est en train d'épuiser toutes les formes juridiques et judiciaires. Il faut qu'ils soient. C'est de, on respecte les décisions des autres pays. On les respecte dans l'égalité internationale. Il faut qu'elles soient respectées par les autres. Il ne faut pas qu'elles soient à géométrie variable. Tu expulses des gens parce qu'ils te dérangent. Mais ceux qui travaillent avec tes services, ceux qui travaillent Khabarjia, non, c'est de bon, hein, je ne marche pas comme ça. Doul, Sadiqa ou Shakika, les mandats d'arrêt qui étaient émis contre un tel, ou le Qaddour, ou le Ghiro, ou le Hada, ou le ceci. Et on continue à demander. Nous demandons le chef de file des terroristes du MAC. Il faut qu'il nous soit livré. C'est un terroriste. Il le dit. Nous avons des preuves pour l'achat d'armes. Des collègues de fonds pour l'achat d'armes. مش رايح نرد على موضوع الماك، هذا جماعة الماك وما يردوا عليك وبينك وبينهم. لكن الحقيقة اللي لازم نأكدها دائما في موضوع الماك، وأنا دائما سأؤكد على ذلك حتى يثبت العكس. نعم لدينا، والجزائريين أعتقد في أغلبيتهم العظمى إذا مش كلهم، رفض للماك ولمشروع الماك. في منطقة القبائل كان هناك رفض كبير جدا لمشروع الماك. نعم داخل الماك كاين هناك عنصريين، وكاين هناك، والمشروع كله انفصالي، لكن اللي نشهد عليها على الأقل لحد الآن أنهم لم يقوموا بعمل إرهابي، واتهام بالإرهاب هو اتهام كاذب. احنا عندنا خصومة معاهم، خصومة مطلقة مثل الأغلبية العظمى من الجزائريين إذا مش كلهم، لأنهم يعتبروا الجزائر تحتل منطقة القبائل مسخرة، لأنهم يريدوا تأسيس دولة في 1 أو 2% من مساحة الجزائر الكلية مسخرة، مهزلة بكل المقاييس. ولأن عندهم دعم خارجي صحيح، لكن نتحداك خارج الماك تقول باللي هذو اللي راهم برا والخبرجي، نتحداك أن تثبت على الأحرار. نتحداك اليوم وغدا وفي أي وقت أن تثبت على الأحرار الحقيقيين أي علاقات مع أي جهة خارجية. تحدثت فيما يخصني ما يخص زملائي، وهنا في معركة تزيد عن ربع قرن. هل لديكم دليل واحد، صورة واحدة، فيديو واحد عن لقاءات مع جهات خارجية أو أجهزة خارجية؟ قناعتنا الراسخة أنه أي معارضة، أي مقاومة، أي ناس يختلفوا مع نظام الحكم الحاكم في بلادهم ويتعاملوا مع أنظمة أخرى أو دول أخرى يتحولوا إلى خونة ويضيعوا قضيتهم. كيفاش ما قدرتوش بعد ربع قرن وإحنا معاكم في هذه المعركة أن تأتوا بدليل واحد؟ مع لأنه ما كانش. باختصار بسيط، خبرجية يا تبون وبالأدلة. ما يسمى بوزير الإعلام نتاعك الناطق باسم الحكومة عمار بن الحيمر خرج زميله اللي كان معاه وقال بأن عمار بن الحيمر يشتغل عند الفرنسيس، وأن السفارة الفرنسية تخلص له التيكيات وتعطيله ربما حتى في يده، وأنه يشتغل مع العسكر الفرنسي بشهادة هذا أستاذ جامعي باسمه، خرج وكتبها وقالها. هذا هو وزيرك للإعلام، خبارجي بالأدلة. أما نحن، أما الأحرار الحقيقيين، فيفضلوا أن تقطع رؤوسهم من أن يتعاملوا مع أجهزة أجنبية. وفي أي وقت يظهر أنه أي شخص تحت أي تسمية، تحت أي تبرير
تعامل مع جهة خارجية بالنسبة لنا نحن نتبرأ منه في المطلق. نحن نرفض تدخل الخارجي بكل مقاييس، وفما بالك أن يكون الأحرار علاقات مع جهة خارجية. قد يكون البعض، قد يكون، لكن حتى الماك هذا مثلا هو مش مع الحراك، هو ضد الحراك، هو أصلا لا يعترف بالحراك. بس ما تغلطوش الناس البسطاء اللي ما يعرفوش، لأنكم راكم بانيين، والمرة القادمة ربما نحكي عليها أكثر، بانيين كل هذا البروباغندا باش تفهموا الناس اللي ما يعرفوش. وكان الماك من الحراك، الماك من البداية قال نحن ما نشمع هذا الحراك وما نعترفوش به، وبالنسبة لنا الجزائر سواء تاع النظام هذا أو تاع الشعب نتاعها هي قوة محتلة، وإحنا في هذا نعترض عليه في المطلق. لكن بدون تشخيص الأشياء وبدون الصدق والإنصاف، فإن ربما كثير من الناس اللي كانوا ضد الماك في منطقة القبائل قد يتعاطفون معهم لأنهم يشوفوا راهم مظلومين ومحقورين، وربما راكم بطريق غير مباشر ومقصود تنفخوا في الماك في الحقيقة. وقال قدمنا ومنش هذه الدول الحقيقية اللي عندها دول حقيقية لا تحترمكم، يعني باستثناء إسبانيا اللي خذات مقابل تسليم محمد عبد الله وإبراهيم الإعلامي قبله، خذات مشاريع في السر والعلن، وسعر الغاز ربما حتى أقل من السعر الخارجي، ومشاريع لشركاتها وأشياء أخرى. ما لن تجدوا دولة محترمة تسلمكم، لن تجدوا دولة محترمة، اللهم إلا الدول اللي تستفيد وتقدموا لها مشاريع بلا حدود، ربما دولة هنا أو هناك مثل إسبانيا قد يحدث، لكن دول اللي فيها دولة قانون لن يحدث ذلك. ومرة أخرى والمرة نعودها لك دائما، أتحداك في حين أثبتنا وأثبت أستاذ جامع على واحد من حكومتك، هذا إذا ماكش أنت، لأن السعيد يومها نهار اللي أطاح بيك قال لك التقيت الفرنسيس بدون إذننا وبشكل سري، يعني كانوا اتهموك، ولولا القايد صالح لوجدت نفسك مثل ويحيى وسلال وغيرهم. باش ما نطولش عليكم خاوتي، خلوني نعطي لكم فقط حاجة نختموا بها، ربما بالرغم أنه كان فيها أشياء أخرى، لكن أنا نشوف بأننا نقترب من ساعتين وهذا كثير جدا، لكن ربما يكون المفيد أن نختموا بهذا الموضوع. احنا نعتقد وفي فلسفتنا في محاربة الإرهاب أن الإرهاب يخصك كي الحوت تنحي عليه الماء، كما قال ماو تسي تونغ، فو فيديلو لو بواسون يلقى وحده، بور فيديلو يفو ديفلوبي. باش أول نفسر لخاوتي ربما اللي ما يعرفوش ماو تسي تونغ أو ما قراوش عليه أو ما سمعوش عليه، ماو تسي تونغ هو زعيم، ماو تسي تونغ هو زعيم، ومرات تقرأ أيضا ماو زيدونغ، هو زعيم صيني قاد الشيوعيين وانتصر في ضد الوطنيين كما كانوا يسماو اللي راهي الآن تايوان، وأصبح وسيطر على الصين اللي راهي اليوم تسمى الصين، الصين الشعبية، وهو زعيم الحزب الشيوعي وقاد الصين من 49، هو من مواليد 1893 وقاد الصين من 49 1949 إلى 1976، يعني ما يزيد عن نصف قرن، 27 سنة. وإذا كان نجح في تحرير الصين وخاصة في الخصومة مع الوطنيين إلى آخره، إلا أنه في السنوات العشر سنين الأخيرة تاعو كانت كوارث، خاصة بما عرف آنذاك بالثورة الثقافية التي أدت إلى مقتل ربما مئات الآلاف. على كل في زمنه ماتوا الملايين سواء في الحروب أو في أشياء أخرى. ماو تسي تونغ اللي كان أحد يعني كبار الزعماء واللي انتصروا في مواجهتهم مع الإمبريالية الرأسمالية كما يسمونها إلى آخره، يقول عكس تماما ما قال تبون. هذا يا تبون هذا قالوه أصحاب الكونتر ريفوليوشن، الكونتر انسرجنسي، لا كونتر انسيركسيون،
اللي هما مثلا الاستعمار البريطاني، الاستعمار الفرنسي، الامريكي، بمعنى اللي كانوا يواجهوا في الحركات الثوريه الشيوعيه وغير الشيوعيه، كانوا يقول لك باللي باش تجفف وتقضي الارهاب كل خصوماتهم يسموهم ارهاب سواء كانوا عن حق او عن باطل، لازم تجفف منابع الدعم. ماو تسو تسين كان يتلقى الدعم من القرى ومن الدشر ومن البلدات في الصين، من الشعب الصيني، بل بالعكس ماو تسو تسين كان ينظر للي معاه، للمناضلين والمقاومين والمحاربين الشيوعيين، باللي ما لازمش نمسوا بهم، هذوك اللي يوكلوك تاع الشر والقرى والفلاحين والقرويين لازمنا نحترموهم ونتعاملوا معهم مليح، لدرجه انه ينظر لهم في تنظيراته بانه اذا بت عنده لازم كي تنوض الصباح طبق حوايجك، طبق الفراش اللي عطاه لك، تحترمه، تسلم عليه، لانه اذا انتهى الدعم تاع الفلاحين والقرويين راح تفشل الثوره، ثورتهم هما كما كانت، وهذه هي الثورات الشيوعية خاصة وغير الشيوعية. فماو تسي تونغ يا تبون قال عكس ما قلت، انت نسبت لماو تسي تونغ قول معاكس تماما لكل أطروحاته وتنظيره هو واللي معه. وهذا مرة أخرى، هذه ربما الناس انتبهوا أكثر لقضية جورج واشنطن اللي أعطى الكوابيس الأمير عبد القادر. والحقيقة اللي كنت باش نقرأ، راه عندي المذكرات تاع الأمير عبد القادر، باش نقرأ حتى السياق اللي جات فيه. ما هو جورج واشنطن، الناس تكلموا عليها كثير وجابوها في اليوتيوب وضحكوا عليه كثير وداروا بها، خونا طارج حيش دار بها كارتونات من أروع ما يكون، لكن ربما هذه ما انتبهوا لهاش، وهي أنك قولت ماو تسي تونغ عكس تماما ما كان يقول وما كان ينظر له. طبعا هذا مش مستغرب منك، مش مستغرب من واحد يقول بأن الفلاحة خير من البترول ومدخلها خير من البترول في الجزائر الآن، مش مستبعد يقول أن الاقتصاد الإيطالي يختلف تماما عن الاقتصاد الفرنسي، مش مستبعد يقول أن الاقتصاد الجزائري مثل الاقتصاد الإيطالي، مش مستبعد يقول بأن الجزائر عندها أفضل منظومة صحية في إفريقيا، مش مستبعد يقول أن الاقتصاد العالمي انهار بنسبة 80% بسبب الكورونا، وآخرها ماو تسي تونغ والكوابيس على الأمير عبد القادر. تصبحون على خير.